إذا اعترض الناقد نادر عدلي على الجائزة التي حصلت عليها في المهرجان القومي للسينما المصرية على فيلم الجزيرة. هو اعترض؟ ويقول والله ما أعرف. طيب أنا عم بنقول لك اعتراضه ويقول لا تستحق هند صبري هذه الجائزة لأنه الدور كان دور صغير ولم تجسد اللهجة الصعيدية كما يجب. وممكن أقول لك ممكن يكون عنده حق. ولا عطوك الجائزة؟ هم شافوا كده. أنت فنانة قادمة من خارج مصر. نحن عندنا مثل ما بعرف إذا سيفهم هو باللهجة اللبنانية ولا يعني إحنا بنقول الدجاجة غريبة عن الإن يعني ما بعرف إذا يعني الدجاجة غريبة عن عش الدجاج. لما تفوت دجاجة غريبة يهشموها داخل العش. ما حصل ليش؟ فهل حصل هذا الشيء؟ لا أبداً. حاربوك هجموك وضعوا عليك فيتوات مش أكتر من أي حد تاني مش أكتر من أي حد مصري. أنا لا أؤمن بالحدود في الفن ولا أؤمن بالجنسيات في الفن.